سؤال أسألكم، أنا أعرف إمام، الإمام الحجة ابن الحسن. في يوم الأيام أحد اللي انكمشوا بالقضية اللي إحنا بيها يقول من كثرة الدق انتفضت، قلت للإمام يا أبو صالح أخذ أمانتك، يقول إيدي هيك ينزلوني ظلا 10 أيام، ظلا سنتين إيدي خطية هيك لي ورا من التعذيب، يقول بالسجن وإذا يجيني يقول لي يا شيخ أنت تتصور هم يدقون على ظهرك لو يدقون على ظهري، تعال شوف ظهري شبيه، أنت صار لك تستغيث بي، أنت دقيقة تنام بالتعذيب وأنا أتحمل دونك حاضنك وهم يدقون علي ما يدقون علي، يقول خجل الخجل ماكو مثله وهو حي يرزق. الله تدري شو اسوي ساعة لو كظك شاكل ضيتك انا وضيعت حظك. بلان خلصت التتمسلت خلاص كافي تشب. في يوم الايام اكو واحد تعبان يقرا على الحسين بالريف، صار ما يقرا قعد نام، خلص القرايه نايم، قال له عمي والله القرايه مالتك اليوم فجعتنا كتلتنا كتل صفن، قالهم لو بعقلي لو تعرفون انا نايم وما قريت ولا كلمة شاهاي. الإمام كان يقرأ، وجد الناس تستحق أن يبتشيها على جد الحسين، كان الإمام مكانه نيمه وشبه لهم المعمم ولكم يا الله، وهو يقول معمي والله ما قريت، جاء واحد قرصة من صفحته قال له دروح الإمام كان يقرأ، لأنه ظل نائم على حطته عزل عزل دير بالك يلا اقطع خلاص اسكت.